يقول والدي والد أمي لعن أمي أو دعا عليها في بداية حياتها لمخالفتها أمرا من أموري، ونحن عائلة الآن لا رحمة بيننا والبركة منزوعة من حياتنا، فلا ندري هل هذا الدعاء أو اللعنة هي السبب، وإذا كانت السبب فما هو العمل، وقد توفي والد أمي. نعم، لا يجوز اللعن، اللعن لا يجوز، لعن المؤمن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. فالذي صدر منه لعنة في حق مسلم عليه أن يتوب إلى الله وأن يطلب المسامحة من الشخص الذي أساء إليه، ولكن إذا مات فإنه انتقل بإثمه ومعصيته، فعلى من أساء إليه أن يبيحه وأن يسامحه لعل الله أن يغفر له. نعم، ولا تعتقد أن ما يحصل عندكم من بعض الأمور أنه بسبب كذا وكذا، عليكم بحسن الظن بالله عز وجل، وعليكم بالإصلاح، وعليكم بالتعاون على البر والتقوى.